حبت منه دي. غش كتير يا اه ماشي. ازيك يا مدسر؟ استاذ عبد الحفيظ بس ممكن ثانيه واحده؟ طب هروح انا بقى اخد شاور عشان بقالي ساعتين ما استحمتش. شاور والله عرفت الشاور بتاع المجال. الله يلا. ماشي اتفضلي يا استاذ اتفضلي. استاذ عبد الحفيظ بقول لك ايه؟ معلش انا بس كنت عايز اسالك سؤال. هو انا زعلتك في حاجه؟ انا محدش يقدر يزعلني. انا لو صباعي دوحة سقطعه، لو كتفي نمل اخلعه، لو شعري وقع ازرعه، لكن محدش يمسكني من ايدي اللي بتقولها. ايه ده في ايه يا استاذ عبد الحفيظ؟ انا بسالك سؤال عادي، اصل انا بصراحه يعني حاسه ان انت معاملتك معايا شويه متغيره كده، فعايز اسالك هو انت مالك؟ ايوه كارفلي، باين عليا ان انا بعاملك معامله مش تمام وكارفلي. هو انت بتكلمني كده ليه؟ انا مش مصدقه بصراحه انت اول مره تتكلم معايا بالطريقه دي. قول كده بقى، علشان لجنة التحكيم بقت تحبك ودرجاتك زادت فانت اتغيرت. ما هي فعلا الناس الحقيقية بتبان في المواقف اللي زي دي. صح، ما هي الناس الحقيقية بتبان في الأحضان الحقيقية. ألا مأمون النشار عامل ايه؟ مأمون النشار؟ وانا ماليش علاقة بمأمون النشار. انا ماليش علاقة بيه. اما الحضن الحبايب اللي انا شفته ده كان ايه؟ عطف ولا شفقة؟ لا يا استاذ عبد الحفيظ، انت فاهم الموضوع غلط خالص. والله مأمون النشار ده يبقى ابويا. لا ما هم بيقولوا كده في الاول، ده زي بابا، ولما الوقت بيعدي لا بيبقى زي بابا ولا حاجه. لا انا بتكلم بجد، فعلا مأمون النشار ده يبقى ابويا بجد بحقي وحقيقي. ولو انت مش مصدقني انا البطاقه بتاعتي معايا هوريها لك. يا رب تكون هنا اهي. اتفضل. طب اركلينا على جنب بقى كده. الموضوع بجد بقى ولا ايه؟ انت فعلا بنته؟ ايوه انا بنته. هات، انا لو في لجنه مش هطلعها، وبعدين بقى انا مش مسامحاك طول عمري، انت ظلمتني يا استاذ عبد الحفيظ. خلاص بقى يا استاذه، جل من لا يسهو، وبعدين انا لما شفت الحضن بصراحه العرق جري في شموعي. وايه؟ اسمها ايه هي؟ الدم جري في عروقي. ايوه الدم جري في دموعي في عروقي، فحسيت ان انا يعني ما اقدرش اشوفك في المنظر ده، فزعلت لك ان انت بينتي لي الحقيقه وطلعت زي العسل. لا يا استاذ عبد الحفيظ، بس انا زعلانه منك، انا عمري ما اتخيل انك تظن فيا الظن ده ابدا. معلش حقك عليا، اللي فات مات. ماشي، بس اوعى تقول لحد خالص على السر ده عشان انا مخبيه على الناس كلها. كارلا مأمون النشر. انت وطي صوتك. بنت صاحب القناه. يا سبحان الله. ماشي يا سيدي، اتفضل اتفضل. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.